يو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد فلوق جديد. نتمنىكم انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الخوت سمحوا لي راني مريض والله العظيم، كبرت عليكم بزاف، ولاني كاين انا وسيدي علي الغزال. الله يحفظك خويا علي، تحيه ديال الناس ديال بيقناش واحلى بيقناش. اليوم ان شاء الله غادي مالك اخويا كتكلاكسوني ماك اليوم غنحاولوا نكثروا الحساد ديروا الحساد والله ما عادش اخويا اليوم انا وسي علي ودي بيرسونال ديال بيقناش غنحاولوا نضربوا اليوم الانيماسيون هنايا، وغادي نوريكم العروض اللي كاينه. وعطيني شي بيكراس في هذه على العروض اللي كاينه. مرحبا مرحبا، ولا جيتو كلنا افكار. الا جيتو غادي تلقاو السي علي عقلو عليه مزيان. مرحبا الخوت، ما نكثرش عليكم. غادي نمشي دابا اول حاجه قبل ما كنبدا الخدمه. شنو كندير؟ كنمشي ناخذ واحد اللعيبه ياك. كتاخذ كافي ديالك؟ كناخذ الكافي. منين كناخذ الكافي يلاه كيبانوا لي الافكار. كتاخذ واحد الكافي سميتها لاتولي. انتوما دونك غنمشيو دابا ناخذ الكافي، ناخذ القهوه ديالي نتقوى، ومن بعد غادي نبدا الانيماسيون هنا في بيوكناش. معيطين لنا الناس ديال بيوكناش وديديكاس ليهم، واحلى ديديكاس لكاع الناس ديال بيوكناش. لمن بغيت تعطي ديديكاس؟ شو هذا ديديكاس؟ انا ديال البنيه عندي اميره، واحلى اميره اللي غتفرج في هذا البلوك. تحياتي لك اميره ومح عليك وكاع الناس. ما نكثرش عليكم الخوت، غندخلوا دابا غنشوفوا القهوه ديالي ومن بعد نرجعوا. داكشي اللي كاين ريو وديما فيهم ابوني بارطاجي وكومونتي. ابوني ريو هادشي اللي كاين الخوت. بعدين لكم الخوت ديديكاس المولاي اللي غيكون معايا، كاع الناس اللي غيكونوا معايا في هذا ليفينمون ديديكاس ليهم. فوالا الخوت بيوكناش، واحد المعلومه كتواجد في سيتي حي الدخله دكادير، يعني كاينه داخله في حي الدخله. مرحبا بكم والف مرحبا. دابا غنمشيو نشربوا القهوه ديالنا. كافي كريم، الله يعطيك الخير. الله يعطيك الخير. انا ما عرفتش ناخذها اونبورتي ولا هنا. واقيلا عطيها لي اونبورتي نيت. والله اونبورتي. غنديها معاك؟ غنديها معايا. اونبورتي. هانتوما الخوت شفتوه؟ راه كلشي سبحان الله العظيم، كلشي فيهم ماشي غير انا. دونك شكرا لكم بزاف، غنحاولوا نشربوا قهوه ودوبا القهوه. طبيار قهوه دابا نتقوى، غادي نمشي للخدمه لانيماسيون. قال لكم غادي غير الضحك والنشاط ونخلقوها مع الدراري ديال بيوكناش. سي مولاي الطاهر اللي بوها لي هو يلاه وصل كيانستالي دي جي الماتريال ديالو. هانتوما الخدا هو خدام دي جي مولاي الطاهر اللي بوها لي طاهر انيماسيون. ومن بعد ان شاء الله اون فوا غادي انستالي الماتريال غنبداو العمل. وفي نفس الوقت غادي ندور لكم واحد الدويره هنايا في مكازان بيوكناش. احنا ديديكاس لكاع الناس الزينه والزينه، السي احمد الناس ديال بيوكناش، والسي خويا سميتو الله يخليك سي ايوب. وما نساوش الابطال ديالنا السيكيريتي الغزال. دونك الخوت كيف ما كتشوفوا غنحاولوا ندوزوا لومبيونس مع السي احمد وكاع سميتو. دايرين عروض هنا رائعه في بيوكناش، حاولوا تجيو. بيوكناش كتوزع اما في سيتي حي الدخله دكادير، حاولوا تجيو تاخذوا واحد الفكره على الاثمنه اللي عندهم هنايا وعلى السلعه اللي عندهم. وغادي تلقاو السي احمد، وغادي تلقاو شكون هذاك خونا اللي مشى؟ سي ايوب. سي ايوب غادي تلقاو. انا عايش واحد الاجواء زوينه الخوت، بقاو معنا ما تمشيو فيه ومح عليكم.
واحد من لي بيرسونيل ديال بيوغناش حاولوا يجيو لا تلاقاو تلاقاو السي حسن تلاقاو ناس زينه والزينه نتوما يا سلام نخليكم عاوتاني مع لي برومو حاولوا تجيو للمغازان بيوغناش كتواجد في حي داخل سيتي اكادير ابراهيم واحلى ابراهيم والانسه تحياتي لك انسه مرحبا بكم غزلان دونك مرحبا بكم الخوت الى جيتو بيوغناش غتلقاو غتلقاو لي بيرسوني ديال بيوغناش كيعملوا الكليون كيعملوا واحد المعامله زوونه وبالنسبه للاثمنه اللي دايرين في المغازان ديال بيوغناش اثمنه مناسبه حاولوا تجيو تضربوا دويره ومرحبا بكم بالنسبه راه كاينه واحد البروموسيون وكاينين لي روميز يعني نتوما غير حاولوا تجيو وتضربوا دويره في المغازان كاينين اثمنه جد مناسبه دونك غنخلي لكم داكشي اللي عندهم هنا في المغازان ومرحبا بكم دونك مرحبا للناس ديال اكادير ومرحبا بكم والف مرحبا والساعه زينه باش تلاقينا مرحبا بكم في مغازان بيوغناش واحنا الناس ديال بيوغناش اللي كتواجد دائما سيتي حي داخل مدينه اكادير تحيه الناس ديال يوتيوب وكاع الناس الزينه والزينه مرحبا بكم ما ننساش ديليكاس الاحلى مولاي طاهر احلى ديجي وديجي تحيه لك نايت احلى الضيو وكاع الناس الزينه والزينه ومرحبا بكم في 12 بديت اكادير خوت ما بقاش ليا بزاف ونسالي دوزنا واحد الاجواء زوونه هنا في بيوغناش حاولوا تجيو اجواء زوونه وتحياتي لكم بيوغناش احسن عروض بيوغناش بين العربون بيوغناش لا جات البازا وماكينه الصابون بيوغناش بين العربون بيوغناش لا جات البازا وماكينه الصابون يوغناش احسن عروض يوغناش شي للعربون مرحبا بكم وكنذكركم كما يقول لكم حاولوا تجيو عندنا المغازا بيوغناش اللي معروفه بلا كاليتي وبلا كونتيتي وجمعه مباركه عليكم ونهاركم مبروك كنذكركم بالنسبه لي جاوبتوني على ثلاثه ديال الاسئله غادي تربحوا معنا سياره فاخره دائما على ايقاعات موسيقيه واجمل لداء الناس ديال سوس مرحبا عليكم الخوت ما سكتش بكم ديديكاس لمسيو هشام ديديكاس ليسرى ديديكاس مولاي الطهر ديديكاس لكاع الناس الزينة والزينة من عند أحلى فيو ديديكاس خويا عادي الغزال وديديكاس لكاع الناس الزينة وسمح لي إلا جاب الله ما تكتبش بعد الراس عامر دونك ما سكتش بكم ونتمنى الفلوق يعجبكم وراني مريض شوية وغبرت نظرا لبعض الظروف تحياتي لكم وشكرا أنوار خيري وكاع الناس الزينة والزينة تحياتي لكم ومرحبا بكم